أعود لسيد ماركو لموضوع مهم واستكمال العوامل التي أدت للوصول إلى رغبة حقيقية من الجانب الأمريكي في إرساء هدنة. كان هناك وزير الدفاع أوستن بيتحدث أو يتناقش معه البعض عن فكرة الرصيف في حال تم الاجتياح أو حتى عدم الاجتياح لوصول المساعدات لأهالي غزة، ووضع في شبه حرج بأن هناك خطر على القوات الأمريكية التي ستطأ أرض الأراضي الفلسطينية من أجل وصول المساعدات، وبالتبعية ستجر أمريكا إلى حرب على هذه الأراضي جنبا إلى جنب مع إسرائيل. هل بتعتقد بأن حرج أوستن أمام العالم هو من العوامل التي زادت الطين بلة وأكدت على أن أمريكا لابد أن تصل إلى هدنة؟ حرج وزير الدفاع الامريكي اوستن هو بالطبع هو حرج للولايات المتحده، ولكن هو اقل الاوراق ضغطا على الولايات المتحده لدفعها اسرائيل للوصول الى اتفاق سياسي. يعني عذرا للمقاطعه، يعني سيد ماركو اقل الاوراق ضغطا ان تتحدث عن المواطن الامريكي، يعني اداره بايدن عندما جاءت الحكم كان من ضمن الاجنده الانتخابيه بان لا نتدخل في الشؤون الاخرى ولا نضحي بابنائها، الان هي تفعل العكس. بالطبع انا اقصد ان هناك كثير من الازمات كبيره جدا ولها زخم سياسي اكبر من هذه الحادثه اللي تحدثين عنها. نعم هي حادثه كبيره، ولكن عندما نتحدث عن المظاهرات في الولايات المتحده بهذا العنف بهذا الحجم في عديد من الجامعات الامريكيه فهي رساله واضحه للرئيس بايدن وحرج سياسي داخلي في عام انتخابي كبير. نتحدث عن الازمه الانسانيه في قطاع غزه وتغيير في المواقف الاوروبيه، كما نرى أن عديد من الدول الأوروبية تبحث الاعتراف بدولة فلسطين، وهذا هذه خسارة كبيرة للسياسة الخارجية الأمريكية ودعم كبير أيضا للقضية الفلسطينية. هذا ما يخشاه الرئيس بايدن. أيضا نتحدث عن أوراق ضغط من المحكمة الجنائية الدولية، ونتحدث عن أوامر اعتقال لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية. طبعا بالطبع هذا ضغط أو حرك كبير الورقة الجنائية صحيح بالطبع هناك كثير من العوامل الآن السياسية الداخلية والخارجية تدفع بايدن للوصول إلى اتفاق لإبرام حل سياسي عاجلا أم أجلا، لأنه أيضا عندما نتحدث عن التقارب أو التطبيع السعودي الإسرائيلي أنا أعتقد أنه سوف يأتي لا محالة، لأنه هناك العديد من المواقف الإقليمية تنبأ عن ذلك، ولكن الرئيس بايدن يريد أن يسجل في تاريخه أنه هو من صاحب هو الصاحب الرئيسي أو الكفيل الرئيسي بهذا التطبيع، ويجب أن يأخذ هذا الفضل أو يأخذ هذا الإنجاز في تاريخه السياسي قبل، لأنه لا يعلم إذا كان سوف يتم انتخابه لفترة رئاسية قادمة أم لا، فهو يريد إنجاز هذا الإنجاز السياسي الكبير في منطقة الشرق الأوسط ليعول عليه سياسيا في حملاته الانتخابية وجولاته الانتخابية أمام الرئيس السابق ترامب، لأن الرئيس السابق ترامب أيضا معروف أنه قوي سياسيا ويعرف كيف يخاطب الجمهور، فلا بد أن يكون الرئيس بايدن أوراق ضغط يمكنه أن يتواصل مع الجمهور الأمريكي. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الآن في موقف في مفصلة تاريخية، أعتقد أنه الداخل الأمريكي والخارج يسعون إلى التوصيل إلى أو تهيئة الرأي العام السياسي لحل اتفاق. نتحدث عن رفح يوما بعد آخر نتحدث عن تصريحات متضاربة، وزير الخارجية الإسرائيلي قال أن العملية الاجتياح رفح تم الوقوف عليها الآن لحين انتظار نتائج المفاوضات في مصر، وأيضا الولايات المتحدة تخشى من اجتياح عملية اجتياح رفح من ازدياد عدد القتلى والجرحى، ولكن أعتقد أن هناك إرادة سياسية سواء من الداخل الأمريكي أيضا ومن حكومة بنيامين نتنياهو جزئيا في خاصة بجزئية رفح، لأنهم يريدون عدم توسيع عدد الضحايا، وأيضا لا يريدون تعكير الصفوة السياسي الآن، لأن هناك كثير من الضغوط الدولية من الأطراف الإقليمية والدولية تدفع بحكومة بنيامين نتنياهو للوصول إلى هدنة. يعني وضحت الفكرة، يعني اتكلمنا عن فكرة التضارب ولكن هناك اتفاق من الجانب الأمريكي.